لابد أن المسلم يخاف من الشرك. جلد أنكو بيتم أهولا فادي كفدو الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أن بإبراهيم كان بوني باب النبا فط خليل الرحمن وكان بوني نجاتي الله سبحانه وتعالى. أثنى الله عليه اللهم أنتي أن بإبراهيم كسر الأصنام بيده. أن بإبراهيم تأيري لانكيري سنة مجري إمور جنغو مأمين يخاف من الشرك. بيرو نون دو دي صفات لي انا بابراهيم وندو فوب هيمبي هولا امور الشرك. اذا نحن من باب اولى النخاب او استوني انا ابراهيم صفات لي ان انت كون جاتي الله كون اندي مودو بوني سنه موجي جونغو مابه دون دو فو وادي به هولي الشرك انا ان اتسك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على اصحابه من الشرك. اذا نحن من باب اولى نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هولا ني صحابه مابه الشرك ان اتسك. كيف نخاف من الشرك؟ جون دون سي وادي انن كونو هولرت الشرك جوني بتعلم التوحيد والعمل به والدعوه اليه. نهولرت الشرك كوفي اندغول توحيد غولي تيرغول ندغول فاد التوحيد هري هولي شرك. نعم وبتعلم الشرك. نعم نجاك نهولرت الشرك جانغول اندك ون ون شرك والحذر منه رنت غول غا الشرك والتحذير منه رنتين غول غا الشرك كات وبالدعاء وتك تروك الله سبحانه وتعالى اللهم دندن الشرك تدعو كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترر الله دندم الشرك كن أن بإبراهيم تررنهم وجنبني وبني نعبد الأصنام. يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر بعيد عنهم لا أريد أراهم. أن بإبراهيم إني الله وإنتنا من بأم من فوق الشرك ما أنا وأن الشرك وأن الشرك سنغو وإرارا شنغو منك ما أنا قلت بقول أن يرفيو وبالبعد عن المشركين قرنونك نوتي هولد الشرك كدي اوتي كو ويتو ييم بين شركوبي. نعم فلا يمكن ان المسلم يختلط بالمشركين يشاركهم في اعياد في احتفالات والله اعلم واتا وند جولدو انكو جولدو تيغي تيغي هارهمو جيلون دير ابن هيفرابه وانا هونو جيلون دير مابي تا اي دي جي مابي اك هاجي ما فوق اوتي نو اي نو تاوا نو وند مابي تون هاري اوتي ايتاكي ييم بين شركوبي.